بين الترجي والنجم ذكريات، هزائم وانتصارات. فرجة ترتقي إلى أعلى المستويات. أهداف مميزة لن تنسى، تبقى في الذاكرة من الأجمل ولكل الأوقات. الكلاسيكو بين الترجي والنجم يبقى من أبرز ما نشاهد مهما كان مدار الحوار. الماضي والأرقام تؤكد أسبقية الترجي خلال 117 مواجهة الماضية. 43 انتصار للترجي، 37 فوز للنجم الساحلي، والبقية تعادلات. الترجي سجل 118 هدف خلال كل المواجهات. النجم زار شباك منافسه في 110 من المناسبات. أعرض النتائج تبقى 5-1 للنجم. أهداف دانيلو، دو سانتوس، لسعد الجزيري، أيمن عبد النور، ياكوبا ديارا، لن ينساها وسيم نوارة. رباعية أسامة الدراجي، مايكل إنيرامو، أوري بيانفيني في شباك أيمن مكلوثي تبقى في البال. بين خالد بن يحيى، فوزي بنزرتي، بين الهيجان والهدوء، نقطة الالتقاء واحدة تتمثل في حب الانتصار رفض الهزيمة. كل منهما عبارة على كتاب مفتوح للثاني مع ذكريات الماضي بين التلميذ وأستاذه. وقت التقرير كنا نحكيو توا خالد، ابرز الذكريات بالنسبه ليك بالنسبه للمباراه ضد النجم الرياضي الساحلي. والله ديما الكلاسيكو ديما يكون كلاسيكو معناتها من طراز عالي. ذول النجم الرياضي الساحلي فريق كبير، الترجي الرياضي التونسي، ذول المقابلات معناتها ديما تعدى في اجواء معناتها كبيره برشا. يظل لعبنا برشا مقابلات ضد النجم الرياضي الساحلي، معناتها عدينا مقابلات معناتها من طراز عالي. يظهر لي ذكريات معناتها ديما تقعد حلوه برشا اللي نذكرها انا معناتها في الذكريات نتاعي. نلعب ضد النجم الرياضي الساحلي بيتعبك رياضي كان يلعب ضدك ولا لا؟ ما تعبنيش رياضي، ما يتعبش. حبيت نكمل لك على رياضه جلاسي اللي كون معناتها نحن نلعبوا في الواحد في المركاج في الكورنير. جلاسي معناتها اللي من المركاج نتاعي ضربته بمنكبي في فمه، ولا بدر مسنس انا نعرف نجيب حذاك، واحد عمل لي هكا، واحد قلت ذاك هو الكره فزت راه ما ثماش شي مرحمين. رياض، انت عرفت الكلاسيكو بزي الترجي وبزي النجم الرياضي الساحلي خاصه؟ بالضبط، باش يوريك كي كان يلعب مرفقه معناتها. زي من تو النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي مما لا شك فيه من احسن الفرق في تونس بطبيعه الحال على مر السنين. لعبت في الترجي الرياضي ولعبت في النجم الرياضي الساحلي. اللي تقعد الحاجه الباهيه بالنسبه لي انا بيرسونيلمون اللي كوني ما عملتش عداوه لا الهكا ولا هكا، كنت نلعب في الكوره للكوره وما يقعد حتى شيء اون فان كونت كيما توا، يقعد كان كلام كوا. اما كانت من احلى الذكريات. وهذا الغريب انه فما قائمه طويله تاع لاعبين اللي لعبوا في زوج جمعيات بين الترجي والنجم، لكن فما بعض الاسماء اللي يمكن خلقت حساسيه منا ولا منا على خاطر بون انا نلعب كلايتون، امير المقدمي، انت عماد بن يونس، مجدي تراوي، انا سته طويله القائمه فيها تقريبا 20 لاعب. 2002 مجدي بشير المقعدي بالضبط، 2002 2003 في الترجي الرياضي التونسي كنا سته ملاعبيه سبق وتقمصوا زي الترجي الرياضي التونسي اللي هما عبد الله، عماد بن يونس، خوزي كليتون، امير المقدمي، بشير المقدي، ومحمد جيزاني. ومن بعد في جيل اقرب شهودي كيف لعب زوز مراول، لطيفي لعب زوز مراول. نعم ايمن لطيفي لعب، اي ايمن لطيفي بالضبط غريب الترجي لعب في فوالا. دونك القائمة تولي تو نمشيو للمباراة، نمشيو المباراة شنو صار في ملعب رانس بالضبط. نتذكر النتيجة النهائية، هدف لصفر، هدف يخدم مصلحة الترجي الرياضي التونسي بالطبيعة اللي يقفز بثلاثة مراكز في الترتيب، والنجم الرياضي الساحلي إذا يخلي مقعد الصدارة النادي الإفريقي. نتفرجوا بعض.
خاطر راح كبار ما مكشخه ما تخليهاش بيه. ان شاء الله بقدره ربي تشوفوها ما احسن من الوضع اللي نشوفه فيه توا ان شاء الله. عطيني شكون توا في تونس فرحان اكثر من جمهور المكشخه فرح في تونس؟ اكثر جمعيه فرحت جمهورها هي المكشخه. الوغ احنا مش لاقوا معاها توا وهذيك على جيت انا. اريدي يا طاوله. الحمد لله علاقات ديما تقعد طيب وهذاك اللي حافظت عليه مع الناس كل اهم شيء معناتها في اي مكان نمشي له تقعد ديما علاقات كبيره مع الناس كل وهذيك هي الرياضه معناتها تشوف جوها محلاها وما بنا وفهمت لا ان شاء الله الناس كل تتبع معناتها على نفس النسق هذا بدون ادنى شك وبدون منازع قطب لقاءات الجوله العاشره هو اللي جمع منذ قليل في ملعب رادس الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي ولو ان وصف اللقاء بالقطب او الكلاسيكو كما يحلو للبعض ممكن يكون مبالغ فيه بالنظر لوضعيه فريق الاحمر والاصفر اللي بوجوده في مرتبه ماهوش متعود عليها ومن مصلحته استغلال اللقاء اليوم لاستعاده توازنه وربما تكون المباراه فرصه تثبيت المدرب بن يحيى من عدمه. نزلنا في الجوله العاشره مازالت كنحسبوا يعني 20 نقطه 60 نقطه مازال 60 نقطة اليوم نلعب ضد النجم الساحلي اللي هارب علينا بتسع نقاط، النجم واحنا في الماتش هذايا نرجعوا ستة نقاط وناس كل نتذكروا في وقت ما كيفاش رجعنا في البطولة ورجعنا انتصرنا بالبطولة. في مواجهة الفريق جوهرة الساحل المتصدر للترتيب العام، نجم متلألأ على جميع المستويات واللي في حاجة لاستغلال وضعية منافسه. كنت في الفستير شنو الحاجات اللي تنجم تخلي الإتوال واليوم اللي ركز عليهم سي فوزي تنجم تخلي الإتوال تربح ماتش شعبي؟ هو أهم حاجة أنك تبدأ الماتش ب 11 تكمل الماتش ب 11، أهم حاجة أنك تربح لي جويل نتاعك تضغط على المنافس وتكون لول على الكره مركز في الكرات الثابته. عوده للقاء اللي سجلت فيه تشكيله بن يحيى اقحام كل من يانيك نيانغ وهاريسون افول منذ البدايه والابقاء على شمس الدين الذوادي على البنك. في المقابل يعمل المدرب فوزي البنزرت على خدمات كل من عمار جمال في محور الدفاع والمويهبي في الخط الامامي. تحويرات خلت زملاء بن شريفيه ينزلوا الميدان باكثر عزيمه واكثر جرينتا وهذا ما لاحظناه خاصة في 15 دقيقة الأولى من نفس الفترة اللي عرف فيها الترجي الرياضي أحسن الفترات وتحرك فيها خط هجومه بالاعتماد على حركات حسن الحرباوي من الجهة اليسرى خاصة في هالفرصة وتوزيعها ميليمترية لأحمد العكيشي وهالأخير يضيع فرصة افتتاح النتيجة. وانطلاقا من هالعملية وعلى عكس ما كنا ننتظره تراجع مردود الترجي وانحصر اللعب في وسط الميدان وكثرة الأخطاء وحاول أبناء البنزرتي استغلال تراجع فريق الأحمر والأصفر معتمدين في ذلك خاصة على الكرات في العمق من جهة وكذلك تباطؤ الخط الخلفي للترجي. النجم حاول ينوع في بعض من المحاولات بالاعتماد خاصة على عنصر المباغتة على غرار محاولة المويهبي اللي يتصدى لها بن شريفية في مرة أولى بنجح في المتابعة ومرة أخرى بن شريفية يتصدى ثم مروان تاج أمام شباك تقريبا خالية وكورته تمر عالية وهدف يذيع على النجم. في شوط عرفنا سق متقلب ربع ساعة أولى للمحليين بتون تجسيم ربع ساعة ثانية انحصر فيها اللعب في وسط الميدان وربع ساعة ثالثة كانت فيها الأسبقية لزملاء بونجيه بدون تغيير في النتيجة. نهاية الشوط الأول عرفت أحدث شغف على المدارج. الفترة الثانية وكما الشوط الأول حاول الترجي الدخول بقوة منذ لحظاتها الأولى دائما بالاعتماد على قوة نيانغ وسرعة العكيشي وتسديداته. النجم في المقابل وعلى عكس الفترة الأولى حاول يرد الفعل بسرعة. في الدقيقة 53 حمدي النجاز يتوغل داخل منطقة 18 متر يمهد للمويبي وهالأخير كورتو يبدع في التصدي ليها الحارس بن شريفية. شوط ارتفع فيه نسق اللعب حسن فيه المردود والكلاسيكو يبوح بأسراره ما أن شفنا تقريبا كل شيء. شفنا الاندفاع شفنا الجرينتا شفنا الأخطاء الفرص الضايعة والمهدورة شفنا تسكير اللعب التغييرات بالجملة الحوارات التكتيكية وشفنا الفريق اللي ما يسجلش يقبل. بما أنه في دقيقة 68 فرصة للنجم وحمدي النجاز مرة أخرى يوزع في اتجاه بونجاح ومحاولته الرأسية تمر جانبية يرد عليه مباشرة الترجي الرياضي التونسي بعد مجهود من حسن الحرباوي اللي يتوغل في منطقة 18 متر
ويوزع في اتجاه المرمى، البلبولي ما يتحكمش في كورته، وغلال الشعلالي في المتابعة ما يخليش الفرصة تضيع، والبقية هدف في شباك النجم. 20 دقيقة كاملة متبقية من عمر اللقاء، كل شيء فيها متوقع. النجم ينزل كل ثقل الهجوم، ومرة أخرى بنجاح باش ما نقولوش لا يعرف النجاح، يفشل في تحويل الفرصة إلى هدف للتعديل. وهوني كل مدرب استوفى تغييراته، كوتشينغ ما عطاش نتيجة، خاصة من جانب المدرب فوزي البنزرتي اللي ما لقاش الحل للوصول المرمى منافسه، أو بالأحرى من تجسيم الفرص اللي تاحت الفريق. في المقابل ينجح مرة أخرى فريق الأحمر والأصفر في تجاوز مرحلة الشك، ومرة أخرى لا ينهزم الترجي في رادس أمام النجم. إذا تقرير صاحبيني محمد علي بوزقارو رفيق الزعفراني، شكر خاص على هذا العمل. خالد، كيفاش لقيت المباراة اليوم؟ والله يظل المقابلة معناتها كانت مقابلة كبيرة، صحيح الأجواء معناتها كانت طيبة، يظل الترجي الرياضي التونسي لعب بواقعية كبيرة. الترجي كان هو الأول على الكورة، تحس الديال معناتها كان يظل محضرين هذه كامل الأسبوع، الديال الكل معناتها ربحوا. صحيح ثم خلل شويه، كانت مراوغه من خالد بن يحيى في وقت من الاوقات في الندوه الصحفيه، قال انه يانيك مش باش يكون موجود في المباراه، نلقاوه على الميدان اساسي يلعب مباراه. احسن اللاعبين اللي موجودين معناتها سيوتيران اللي هو يانيك نياك، اللي اليوم معناتها صحيح معناتها مش جاهز 100%، اما اليوم لعب بالامكانيات نتاعو معناتها اللي تعودنا به. يظل ترجي معناتها عمل مقابله كبيره اليوم. لعب شنو الفارق، شنو المقاييس؟ والله شنو معناتها تحس معناتها الملاعبيه معناتها الاسابيع الفارطه اللي تعديت معناتها ترجي تمر بفتره انتقاليه معناتها صعيبه، ضغط الجمهور، الترجي الرياضي التونسي معناتها في اسرع وقت معناتها رجع للجديات. يظل لي كما قلت اليوم معناتها ترجي لعب بتكتيك معناتها نتاع سي خالد معناتها ظهر معناتها التكتيك نتاعو معناتها الباز نتاعو معناتها مشى بالكدا، يظل لي معناتها الاروقه معناتها خدمه كما يلزم. الحرباوي معناتها اليوم قام مجهودات كبيره، ما ننكروش معناتها كان انتداب معناتها ناجح للترجي الرياضي التونسي. كذلك يعني كنيانغ اللي قلق الدفاع. كيفاش تفسر انه لاعب عنده اسابيع في الترجي الرياضي التونسي، يمكن بحكم الصفقه مع نادي الرياضي بنزرتي اللي هو الحربي، ونشوفوا انه كانوا كادر في الفريق وعنده اشهر ولا سنوات، في المقابل نشوفوا اساسيين كما قلنا يانيك كما العكيشي كما غيره، فما تباين يمكن في المردود؟ والله اللاعب هو كان يلعب في نادي البنزرتي معناتها لاعب سريع، لاعب ممتاز معناتها يظهر لي انا من خير اللاعبين الموجودين في تونس، عنده مستقبل كبير. نعم؟ لا علاش؟ ندمت سايبته ولا؟ لا مش ندم، عادي هذا بيع وشراء معناتها يخدم على روحه الملاعبي ورئيس نادي زاد كذلك معناتها باش يتمتع بالامور الماديات للنادي. معناتها يظل لي ان الحرباوي اليوم معناتها قدم مستوى كبير، كذلك في مقابله الملعب التونسي معناتها التمريره بتاع الهدف وقاعد يعطي مجهودات كبيره. يظل لي اللاعب هذا معناتها قاعد عنده خاصيه عنده صبغه خاصه معناتها يزيد يطور في الاداء نتاعو، ويظل لي معناتها المدرب اللي هو موجود معناتها صار على كل كبيره وصغيره في الترجي الرياضي التونسي باش يزيد يطور اللاعب هذا، وان شاء الله معناتها نشوفوا الترجي معناتها في مش نقولوا اليوم اللي الترجي معناتها ربحت الكلاسيكو صحيح، اما الماتش الجاي لازم تكون حاضره باش تكمل سلسله الانتصارات نتاعها، باش تكون الترجي الرياضي التونسي في الاوج العطاء نتاعها، على خاطر الترجي الرياضي التونسي في المرتبه اللي قاعد تو موجود فيها تو في المركز الرابع. الترجي في المركز الرابع معناتها نجم نقولوا نحن تبشر معناتها بكل خير ان شاء الله معناتها بالانتدابات معناتها في الماركاتو الشتوي، ان شاء الله معناتها تكونوا انتدابات قائمه، يكونوا لاعبين معناتها في قيمه الترجي الرياضي التونسي. شنو حاجه الترجي في كلمه، شنو المراكز اللي تشوف لازم يدعمها الترجي في كلمه؟ بعد اصابه الدراجي معناتها الترجي تحس ثم تاثر كبير معناتها في الوسط الهجومي بتاع الترجي الرياضي التونسي اللي ينقصوا لاعب معناتها من طراز عالي، ان شاء الله معناتها نشوفوا زاد كذلك معناتها مهاجم يزيد يسند المهاجمين اللي موجودين. صحيح العكيشي كيما الواحد مره طالع مره هابط، صحيح يمر بفتره انتقاليه زاد كيف معناتها اللي موجودين معناتها في الاداره الترجي الرياضي التونسي ياثروا اللاعب زاد ياثروه يحطوه في شطحوا الاشكال هذا وقت الملاعب يعرفوا الامكانيات الفنيه، هل ما عادش يعرف كوره من يوم الى اخر، شنو هو لازم باش يسترجع امكانياته كيما يانيك وغيره. في المقابل رياض جلاسي نقاو نجم رياضي الساحلي في الدقيقه 38 كانت ابرز فرصه
وكان تنجم تكون منعرج المباراة. بن شريفية يتدخل ثلاثة مرات، نذكروا أيضا في الدقيقة 72 فرصة كبيرة البغداد بونجاح اللي كان ينجم يعدل بها. كيف شريت المباراة؟ هل النجم أيضا أهدر فرص عنده على شنو يندم النجم الرياضي الساحلي؟ مهدي مفروض نسميها مقابلة الفرص الضايعة أول حاجة. كي نرجعوا شوية للمباراة ساعة نقولوا مبروك للترجي الرياضي التونسي الانتصار نتاعو اللي جاب مناسبة عيد ميلاد خالد بن يحيى، من المنبر هذا نقول له كل عام وانت حي بخير. والخساره هذه ما تقللش من قيمه النجم الرياضي الساحلي، فريق قوي وعريق النجم الساحلي باش يتعداها اكيد، واكبر دليل المستوى اللي قاعد يقدم فيه في البطوله حاليا. قبل ما تبدا المباراه هم انتهجوا نفس الاسلوب تقريبا 4-2-3-1، نفس الزوز فرق. الشوط الاول تقسم على ثلاثه مراحل، ربع ساعه اولى مسكت بزمامها الترجي الرياضي التونسي وكانت سيطره كليه، ولهنا باش نحل القوس حسب اعتقادي انا 30 ثانية مدافع النجم الرياضي الساحلي خرج نياني كنيانك في حلق معناتها وفي وسط الدفاع، هذيك كانت منعرج، كانت فما أسبقية معنوية كبيرة ياسر الترجي. البلبولي كان جاهز، البلبولي كان جاهز لكن خرجت ركنية، ومن بعد الركنية قعدت مسيطر الترجي، قعدت تلكلك الأكسيون وقتها. الترجي دخلت في الطرح بك الكرة هذيك حسب رأيي ديما. الشوط الربع ساعة الثانية نتاع الشوط نتاع الشوط الأول رجع فيها النجم الرياضي الساحلي من بعد ما فاق اللي انا شبهته بك البوكسور اللي قاعد ياكل في البونيه لكن قعد واقف ما طاحش، رجع لطوال، رجعت لطوال وجاتها فرصه 18 دقيقه و19 دقيقه لعب كانت نجم تهز شباك الترجي الرياضي التونسي. الربع ساعه الاخرانيه مارينا ما حد شيء كوره، عدا 38 دقيقه اللي فرصه على عن طريق بطام على ثلاثه مراحل. وانا لهنا باش نزيد نقول لو كان عصام تاج كان مركز نعاود على طريق شنو؟ عن طريق بطام ثلاثة فرص الأولى الثانية الثالثة سمعت وما صدقت. عصام تاج كان جا مركز اليوم وما جاش عنده شد عصبي كبير، الفرصة هذيك اللي جاته كان ينجم يحطها بالبلاديو بي نتاعو بالانتريور نتاعو يسجل بها الهدف. في الشوط الثاني انقلبت كل الموازين، النجم الترجي الرياضي التونسي ضغط عالي على النجم الرياضي الساحلي واستغل البطء نتاع الديفونس ونتاع خط الوسط الميدان. وما ننساوش اللي عبد الرزاق كانت عنده دي كونسيني باش ما يخليش افول يطلع من الميتون الاولى، تعب دونك معناتها في المنطقه. هل نفهم سامحني النجم الرياضي الساحلي والنزعه نتاعو هجوميه ولا دفاعيه بغازي عبد الرزاق؟ وقت اللي يطلع راهو النجم يمكن ناوي يطمح اكثر انه يهاجم، وقت اللي يقعد التالي انه النجم يمكن يجير لو ماتش اكثر. شو هو سؤالك؟ هل هو ابرز مؤشر للنجم هو غازي عبد الرزاق؟ باش نجيو على خاطر بالخطه اللي تلعب بها انت، هي راني انا ما نحبش 4-2-3-1 ولا 4-1-3-2 7 8 9 يهمني انا التنشيط. وكنقول تنشيط مش نقصد في التنشيط الهجومي، هو التنشيط نتاع فريق ككل. النجم الرياضي الساحلي كان يحل جبهه على اليمين، كان عنده النجاز وكان بن جيلاني ولافون سونتر اسمه بغداد بونجاح ومعاهم نضال سعيد، جبهة على اليمين اليوم ما خدمتش تقريبا ما شفناهاش، وكذلك جبهة اليسرى اللي كان فيها تاج وغازي عبد الرزاق وبطبيعة الحال بغداد بونجاح واللاعب الجزائري ثاني. لا خدمة الجبهة على اليسار النجم الساحلي ولا خدمة الجبهة على اليمين. الترجي استغل بطء النجم الرياضي الساحلي في تطليع الكره، وشفنا حتى بعد 60 دقيقه لعب فما انهيار تقريبا او تراجع على المستوى البدني في النجم الرياضي الساحلي. ونزيدوا نترجموه لنا لعمار الجمل ناقص كومبيتيسيون وعنده برشا ما لعبش وتعبوا يعني كنيانغ، وهذه حقيقه شفناها معناتها في الماتش. ترجي نوع على اليمين وعلى اليسار وكانوا يتبادلوا مراكز، كان حسان الحرباوي اللي كان اليوم بالمناسبه كان في فورما كان يتبادل هو والعكيشي، مره هو على اليمين مره العكيشي على اليمين، وقلقوا برشا الترجي الرياضي التونسي. وحتى الكوتشينج نتاع خالد بن يحيى ثلاثه تغييرات اللي قام بهم تقريبا حسب نظري انا كلهم في بلاصتهم، بما انه حافظ على الفريشور فيزيك نتاع الخط الوسط وقعد هو مسيطر باش ما يسكر الدفاع. وفي 81 دقيقة دخل خلينا نشوفوا وراء خالد بن يحيى وكل تصريحات ما بعد المباراة، نشوفوا في التقرير التالي ثم نرجع للحديث. خلي
يقول لك اليوم ميريت معناها نتاع 3 بوان معناها جمهورنا عنده باي كبيره. نقول لك من الاول انا ملي دخلت وانا قعدت خرجت قبل الاولاد نحس فيه معناها بريتو انا مني ليهم وفهمت نعرف وقت اللي عيط معناها بقريجم ونعرف من القلب يعيط فهمتني. دونك ملي دخلت معناها يدس فينا معناها باش نعرق وباش نتعب. ترجم قلت ربي كان نرجع ان شاء الله راه ما وقفنا حتى حد ان شاء الله راه. ابدو برشا الايامات هذيا من القيل والقال الجمهور ضغط. تعبنا والله لا احنا راه احنا راه ما تخليناش حتى شكره في روحنا خاطر الفيروس التالي عملناهم الكل ما عملناش شويه برشا الولاد عملنا ما قلت ربي ان شاء الله الاسبيرونس راجع ان شاء الله. كنا محتاجين فيكتوار كيما هكا وسيرتو للايطوال يمر فتره باهيه هو متصدر البطوله الحمد لله. اليوم اللي انتصرنا عليه واثبتنا لي ترجي ديما لاباس. الانتصار هذا اللي هداهونا جمهور الترجي التونسي واللي خليني مرتاح للبقية. في ماتشات كيما هكا اذا ما تسجلش تقبل لكن معناتها مباريات كيما هكا بين الترجي والنجم والمدربين الكبار معناتها تحس حتى من كل صراحة تعودنا حتى بعد كل ماتش نحكي مع اللاعبين ونفسروا لهم شنو اللي صار وعلاش ما ربحنا ولا خسرنا. اليوم شنو حكيت لهم شنو اللي صار سي فوز؟ جي كالمي معناتها نيتي با اغريسيف سيرتو ديفون بقوة انا راتي انورمون دو بوت باسكو موني ديزون معناتها فما بيتيتر كونتر ماتش كبير نسيت سويت الشيء اللي خلانا نضيعوا برشا اهداف سهله معناتها في متناولها. ضيع يقبل ضيعنا برشا وما كناش في الديفونس ما كناش حاضرين بالباهي. عرفوا كيفاش جاتهم اوكازيون واحده عرفوا كيفاش يستغلوها ومركوها هنا. مازال الشامبيونات طويله وديما نخمو في اللي جاي ما نخموش في اللي مشى. انت اليوم انا قصدك شويه ريوسيت بغداد يظهر لي. مش نسيت لقيت روحي وحدي في قدام تعبت شويه خدمت مع دي ديفونسير كي جاتني الكوزيون ما عرفتش كيفاش نماركيهم ومازال الشامبيونات طويله تو في قدام تو نماركي ان شاء الله. والامور الكل معناتها باهيه ومريقله وال معناتها مبروك على الفائزين الساعه اللي فازوا الكل. الطقس باهي معناتها الحقيقه تقسم تاع كرة معناتها شفتوا حتى الشمس زرقاء اليوم الايامات الاخرى كانت فما برشا امطار وال معناتها الترجي يعطي الصحة اليوم لعب لند مع النجم الساحلي اليوم تصدر البطولة. بلبولي معناتها خرج سايب الكرة وحده من غير ما ضربوا حتى حد كما في بنزرت الهدف نتاع بوغطاس هدف غير شرعي وفي نفس الوقت زاد كيف ال ال لي كونكورون تاعنا في المباريات الاخرى معناتها سجلوا وانتصروا عن جداره ومبروك معناتها على الناس الكل على راسهم الجامعه التونسيه لكره القدم. علاش مبروك للجامعه؟ الجامعه خاطر هي معناتها اللي مسؤوله على الكره دونك الكره كي تبدا مريقله نباركوا للمسؤول الاولاني فهمت دونك مريقله تاو الكره خارقه اللعطه هاك تشوف انت معناتها الناس الكل فرحانه يظهر لي بون احنا متغشين شويه احنا مش مشكله معناتها ما عمرنا ما قلقنا كي. ان شاء الله نزيدوا نحسنوا اكثر في الكره نتاعنا ونزيدوا كونوا معناتها الاهداف هذوما نشوفوا منهم بزايد والضربات الجزاء هذوما نشوفوا منهم اكثر. بالطبيعه فهمتوا تعليق تاع حسين جنيح كان من الدرجه الثانيه يحكي على مباراه القيروان اللي باش نرجعوا لها بعد شويه وهو المنافس المباشر النجم الرياضي الساحلي النادي الافريقي ضرب الجزاء ولسا نرجعوا للمباراه اللي تمنا هوني الكلاسيكو بين الترجي والنجم هشام قيرات. خمس عمليات ابرزهم عمليه الهدف بالطبيعه باش تعطينا التعليق انت والتقييم التحكيمي نتاعك. اللقطات اللي اخترناهم من الكلاسيكو مش شاهدناهم تباعا اللقطه الاولى في بدايه المباراه هجوم للترجي الرياضي التونسي كره من العكايشي في اتجاه نيانغ اللي يضرب الكره بالراس واللاعب حسان الحرباوي في موقع تسلل يسجل الهدف والمساعد يلغي الهدف والقرار نتاعو قرار صحيح كان متاخر على ثاني اخر مدافع وهذا اللي شفناه في الصوره. اللقطه الثانيه هجوم للنجم الرياضي الساحلي الكره عند النجاز المدافع العربي جابر يقوم بالخطا خارج منطقة الجزاء شاهدوا الخطأ موجود كان الحكم الإعلان عن مخالفة مع انذار العربي جابر لكنه أمر مواصلة اللعب
وهنا معناها فما خطا ما زفروش الحكم شاهدوه من طريق من زاويه ثانيه. اللقطه الثالثه اللي نشاهدوها كره تقطع معناها من افول فما هجمه معاكسه نشاهدوها هنا واللاعب فرانكوم معناها يتدخل على افول وكان على الحكم هنا الاقصاء لاعب النجم الرياضي الساحلي لكنه يعلن عن مخالفه فقط بدون رفع اي ورقه. شاهدوا هنا تدخل كان تدخل عنيف على اللاعب. اللقطه الرابعه اللي نشاهدوها هجوم للترجي الرياضي التونسي الحرباوي يتوغل ونشاهدوا هنا الحارس البلبولي يتصدى للكره معناها بدون اي خطا معناها ما يقوم حتى بخطا يتصدى للكره باليد ويقطع الكره باليد وما فماش مخالفه وهنا قرب الحكم من العمليه خلاه يقراها كما يلزم ما فماش ضربه جزاء. شاهدوها هنا كيفاش البلبولي يقطع الكره باليد. اللقطه المهمه ممكن في المباراه نشاهدوها هجوم للترجي الكره ضمن من الحرباوي البلبولي ما يتعاملش معناها مع الكره باريحيه لكن في الاثناء نشاهدوا كيفاش الجويني هنا حب يلعب كره بالراس لكنه ما يفلحش يصطدم معناها باهمال مع البلبولي وهنا الحكم معناها يقر الهدف ونشاهدوا العمليه من زاويه اخرى نشاهدوا كيفاش ثم خطا على البلبولي والحكم كان عليه الاعلان عليه. هذوما هما تقريبا بونتو ولا مش بونتو ترجم لنا قلت لك خطا على الحارس. ايوه به واضح. اذا تقييم والمافيولا تفضل سمعت بغربي معناها الكلاسيكو ماتش معناها كبير وكان نحب نقول كلمه بركه على الحربابي معناها الحربابي اللي هو معناها ولدنا وتم انتقاله سنه للاسبيرانس احنا معناها فرحانين انه الحربابي كومونس معناها سيزون باهيه في الاسبيرانس. نحب نقول انه الملاعبيه نتاعنا قيم ثابته بقى كل لاعب معناها يقوم بالمشوار نتاعو مع نادي بنزرتي وكي نقيموا انه مصلحه نادي بنزرتي ومصلحته هو انه يكون في ترانسفير فريق اخر نقوموا بالترانسفير هذا لمصلحه الملاعبي ومصلحه النادي. الحين نقولوا انه اذا اليوم الحرباوي عمل دبي سيزون خاطر ممكن لقى ظروف باش يكون هكا اللاعبين الاخرين انتقلوا مثلا الفرق اخرى ولا حتى الاسبيرانس ممكن عنده نفس القيمه الحرباوي ولا اكثر. انا نقول محمد علي المهذبي عنده قيمه كبيره وقيمه قيمه ثابته للاسف معناها مش قاعد معناها يلعب كما يلزم. حتى البراتلي اللي بونو اليوم هكا موجود في الفريق بتاع الجمعه اللي فاتت معناها مشى للكلوب افريكان ورجعناه. حاب نقولوا اولادنا كل قيم ثابته اليوم سيابي معناها غراند ايكول تاع الموضوع حبوا لاعبين تاع الموضوع عندنا ينجحوا بقى نقولوا راه كما ينجحوش خاطر نقولوا الظروف اللازمه باش ينجحوا والحرباوي 50 غايلين شعليلي سجل الهدف التحق بالمجموعه ما عندوش برشا. شنو رايك خالد بدر؟ والله مستقبل يبشر بكل خير ان شاء الله. الملاعب هذا معناتها بالهدف اللي سجله ان شاء الله يعطيه معنويات كبيره واكثر ويزيد يخدم على روحه اكثر على خاطر الترجي الرياضي التونسي راهي البلايص صعيبه مش كل واحد يجي يحب يدخل الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي جمعيه كبيره جمعيه عريقه. الملاعب اللي مش يعطي افون يتفضل مرحبا به والملاعب اللي يجي مش يقيد بريزونس نتاعو ويمشي راهو سماح. الترجي الرياضي التونسي صعيب برشا في الوقت هذا اللي نشوفوها معناتها في الموسم هذا معناتها ما كان الاداء نتاعها متردد. يظل الترجي الرياضي التونسي من مقابله اليوم ان شاء الله يكون منعرج كبير للترجي وان شاء الله اللي قايمين على الترجي الرياضي التونسي كبيرو كستاف كجمهور الكل يلتفوا حول النادي نتاعهم وكل من الجمهور اللي قال خالد بدر وقت اللي اعلن قائمه الضيوف بالطبيعه فما تفاعل على الصفحه تاع فيسبوك تاع الحد الرياضي يطرح العديد من الاسئله تونجي نحكيو على قروان وغيره لكن يقول لك وقتاش نشوفوك في خدمه الترجي؟ انا موجود بامضاء نوري قفسيان. انا موجود في خدمه الترجي وقت اللي يستحقني الترجي الرياضي التونسي انا موجود. طريقه رسميه وغير رسميه؟ انا ولد الترجي ولد القيروان ولد الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي هذيك اللي اعطتني الشهره ونحبها ونقعد ديما نحبها. ترجي اذا مستحق لخالد بدره خالد بدره راهو موجود اذا مش مستحقه عندنا ناس اخرين يخدموا وربي يعاونهم. نفس الشيء احنا في حاجه ليك في جي اس كا توتو تكستو اسمه هكا نتبعوا الاسمي بالطبيعه حسب المنخرطين في الصفحه تاع فيسبوك. تو نمشيو لبنزرت مباشره. النادي الرياضي البنزرت يستقبل النادي الرياضي صفاق سي مهدي مغربيه. كانت مباراه صعيبه والرزنام عطات ثلاثه مباريات ضد النجم الرياضي الساحلي ثم تحول صعيب النادي الرياضي بنزرتي ثم يستقبل بالطبيعه النادي الرياضي صفاق سي نتيجه نهائيه 0-0 لكن المردود على الميدان نحكيو عليه في التقرير التالي نتفرجوا.